ايه ده؟ هر رامي رفايده هنا بخ. اخبار المدرسه ايه؟ المدرسه زي الفل. دي مش مدرسه، دي منتجع. بسرعه بسرعه يا ولد. في حاله تسمم خطيره جدا. انت غلطان يا يوسف، لازم تعترف انك غلطان. لا ما تحطش ليه على الصفر. حسني ما طبخش. انا هسيب لكم الفيلا وامشي. فك القماش يا اشرف. 2 4 6 8. هنستلم البحث امتى يا هندسه؟ انا ما عنديش ابحاث وما اعرفش انتوا بتتكلموا عن ايه. انا فهمت دلوقتي مين اللي ضرب الرجاله جوه الفيلا. يا خالد، هو انت ينفع تبقى في مشكله وانا مش واقف جنبك؟ طب اديني فرصه واحده بس. انت مين؟ ايه، ما جبتش ريكو ليه معاك النهارده؟ ريكو انت رحت فين يا ريكو؟ معرفش ليه انا حاسس ان الطبق ده كله سلوكي. بيتني احسن من اي ملاهي. يوسف امانه في رقبتك يا علي.